حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنًا وأضبًا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرًا. قال ابن عباس: فاكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم